يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد مساكم أينما كنتم. النهاردة إن شاء الله نعمل لكم وصفة تفتيح الجسم كله قبل العيد، ولكن عزيزي المشاهد لو أول مرة بتزوروا القناة فضلا منك وليس أمركم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو إذا عجبك. كل سنة وانتم طيبين. خلاص العيد على الأبواب، وكل واحدة بتحلم إنها تستقبل العيد بمظهر جميل جدا مختلف عن اي وقت، خاصة ان احنا في رمضان بنفقد حاجات كتير جدا في جسمنا من طاقة الحيوية، بيبقى عندنا شحوب نسبة ان احنا بنصوم طبعا في شهر رمضان. كل انا محتاجة النهاردة معايا هو معلقة من النشا وليمونتين ومعلقتين من عسل النحل. اول حاجة احنا هنعملها معانا هناخد الليمونتين دول وهنقطعهم قطع صغيرة ونغليهم في نص كوباية مية. هتغليهم الاول في كوباية، لما توصل لنص كوباية مية هترجع لي بهم تاني عشان نكون النتيجة بالشكل ده، تمام. بعد كده بنضرب كل ده في الخلاط، يعني مش هنرفعهم على النار ولا حاجة، لا احنا هنضربهم في الخلاط. يعني خلينا هنضرب الاول الليمون بتاعنا. بسم الله. احنا عايزين نوصله ان القشر بتاعه كله، اهم حاجه تكون ان انت غسله الليمون كويس جدا جدا وغسله بالميه والخل، يعني ما فيش عليه اي ميكروبات. انا كده يعني خلاص مش محتاجه اكتر من كده. بعد كده هنزل النشا بتاعي معاه وهضرب تاني بالهاند بلندر. بعد كده هضيف العسل النحل وهضرب برضه. اهم حاجه تتكون كويس. انا كده خلاص حط بقى ايه معانا الخليط ده، زي ما انتم شايفين ده الخليط بتاعنا بقى كريمه اهو. كل اللي انت هتغليه ان جسمك ككل، جسمك كله عادي جدا يكون نظيف جدا جدا، الجسم ككل يكون نظيف. تنزلي عليه، خد الشاور بتاعك عادي، وقبل ما تاخدي اخر تشطيفه بتنزلي من على وشك لايدك لركبك لبطنك لظهرك لرجلك، كله في كل جسمك بتنزلي عليه الخلطه بتاعتنا دي، بتكفي مره واحده وبتسيبيها كده ربع ساعه. بعد كده بتدلكي جسمك بطريقة بسيطة كده وخفيفة، وبتاخد الشاور بتاعك تستخدميها 3 مرات في الأسبوع قبل العيد. ولو انت عروسة بقى اتفرجي على الجمال والدلع، لو انت عروسة دي كويسة جدا جدا كمان ليكي. بتكرر الوصفة دي 3 مرات في الأسبوع، ومن أول أسبوع أساسا هتشوف الفرق بين جسمك كله، من أول وشك لإيدك لكتافك لأردافك كل منطقة فيكي اعملي عليها الوصفة. يا رب وصفة النهاردة تنال اعجابكم، جربوها وادعوا لي دعوة من قلبكم. متابعينا الكرام، خلي بالكم من نفسكم وتذكروا دائما وابدا اني بحبكم. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.